طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا معي لو سمحتوا. حبدأ اليوم في تكملة للبايكورنا فريدي. وفي البايكورنا فريدي حبدأ بالكوكزاكي فيروس والإيكو فيروس. إن شاء الله نكملهم اليوم، سهلين جدا. بس اليوم حعمل نمط ثاني في التيتشنج، طريقة أخرى يعني. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل الكل حيكون قادر إنه حنستذكر سويا الكلاسيفيكيشن الـ RNA، حنستذكر سويا الكلاسيفيكيشن البايكورنا فريدي، حنعمل إن شاء الله حنتكلم على الكوكزاكي فيروس والإيكو فيروس بطريقة زي ما قلت لكم، طريقة غير الطرق اللي كنا نتكلم عليها. وفي النهاية إن شاء الله حنقيم أنفسنا. لا تنسوش أنا طرحت كلاسيفيكيشن الـ RNA وقلت لكم فكروا لو ما ننتهي من الـ RNA إنه يكون كل جروبز جابت كلاسيفيكيشن نيو كلاسيفيكيشن. فاحنا اتفقنا في الكلاسيفيكيشن اللي طرحناه انه انا قسمت على البوزيتيف سنس والنيجاتيف سنس، وقلت ان البوزيتيف سنس دول في نيكد وفي انفلوب. النيكد سميناهم ايكوسايدرال، اختصرناهم في بي سي ار. برافو عليكم، اختصرناهم في بي سي ار. البي اختصار لل بايكورنا فريدي كالسي فريدي والريو فريدي. الريو قلنا دبل ستراند، وكمان خذوها معلومة ثانية سيجمنتد، يصل حقها النيوكليك أسيد إلى 10 سيجمنتس، هتكلم عليها إن شاء الله. فبالتالي ذي بس عشان أيضا أعطيكم كذا إنديكيشن عشان لما تعملوا أذر كلاسيفيكيشن. طيب الانفلوبد اتفقنا إنه كمان إيكوسا هايدرال، واتفقنا موضوع هو عبارة عن تي سي آر بس ضفنا لهم اف، فسمينا اف تي سي آر. فلافي فريدي، برافو عليك. توقع فريدي الكورونا، كورونا فريدي، وقلنا الكورونا سميناها بالأحمر، برافو عليك، لأنها هيليكال. وكمان الريترو فريدي. السنجل ستراندد النيجاتيف سنس قلنا كلهم دول نون انفلوبد وكلهم هيليكال، ودول قلنا أول شيء معنا اختصرناهم بكلمة الأوبرا، الأو أرثوموكسو فريدي، البي باراميكسو فريدي، والآر رابيدو فريدي، والأي أرينا فريدي. وكمان في معنا الأوبرا والإف بي اللي سميناهم الفوليو فريدي والبونيا بونيا فريدي. ده بالنسبة للكلاسيفيكيشن العام اللي قلنا حنذكر فيه كل محاضرة، وأنا بشرح أكيد حيتولد عند الجميع الأذر كلاسيفيكيشن حنناقشه إن شاء الله سويا. وبعدين تكلمنا عن البايكورنا فيروسس، وقلنا أن البايكورنا فيروسس نقسمها إلى RNA فيروس، صح؟ اللي هو الرينو فيروسس والإنتيرو فيروسس. الإنتيرو فيروسس قسمناهم إلى البوليو 1 و2 و3 وخلصناه. الكوكساكي فيروس فيه منه كوكساكي A وكوكساكي B، كوكساكي منه عدد 24 والبي منهم 6. طيب قلنا في معنى الانتيرو فيروس، معنى البوليو فيروس 1 و2 و3 وخلصناهم. في معنى الكوكساكي فيروس A 24 نوع منه، والكوكساكي فيروس B منه 6 أنواع، وفي إيكو فيروس حنتناوله بسرعة اليوم منه 33 نوع. وبعدين قلنا في حاجة اسمها انتيرو فيروس عددهم كبير جدا من 68 إلى 116. الانتيرو فيروس 72 قلنا انه فصلناه لانه هو بيعمل هيباتيتس اي فسموه هيباتو فيروس. وكمان طبعا كنا تكلمنا على حاجه اللي بتعمل اللي هي الافثو فيروسز اللي بتعمل، قلنا حاجه في الانيمال وبالتالي حذفناها ما عاد بنتكلمش عليها. طيب النمط اللي حتكلم عليه اليوم في هذه الفيروسز حاجه جديده، حاعطي اكسرسايز لمده 10 دقائق لكل جروب، حيقرا عن في باراجراف عن الكوكزاكي عن الـ A و B وكمان عن الإيكو فيروس، وبعدين حتعملوا الاكسرسايز دي وحنحلهم إن شاء الله سويا. فتفضلوا بس لين ورقة.
ركزوا معي، سهل جدا. طيب خلوكم معي، الآن نتكلم على الكوكزاكي فيروس A. زي ما مكتوب عندكم في الباراجراف انه هو سمي نسبة الى المدينة اللي اكتشف فيها في نيويورك. فتعالوا نشوف الـ A ده ايش اللي حيتم فيه. اول ديزيز اسمه هيربنجينا. هيربنجينا اول ما اكتشفوه هم كانوا يعتقدوا انه زي الهربس، فسموه كده، سموه هيربنجينا. هذا الهيربنجينا هو اللي بنسميه اسم ثاني يسميه الفيسكولار فرنجايتس. شوفوا النقطة المهمة، ينتقل فيكال اورال روت ويروح للاستومك، ما يتأثرش. ليش؟ لأنه انتيرو فيروس، هو من الانتيرو فيروس اللي قسمناهم من اللي بعد البوليو فيروس. تمام. الأمر الآخر أكيد حيقاد إلى الباير باتشز، وحيروح إلى عبر الليمف نود، وحيروح إلى البلد ونسميه بايريميا. من البلد الفيروس ده حيعمل الألسريشن في الماوث واللي سميناها هيربن جاينا. وقد الفيزيكال موجودة في الماوث ممكن ينتقل بالريسبيراتوري. في نقطة مهمة هنا، أثناء في الانتستين حينزل في الستول، وبالتالي حيكون المود اوف ترانسميشن مرة ثانية يا بالفكرة اور روت يا بالريسبيراتوري. انكوبيشن بيريد للديزيز ده من يومين إلى 10 أيام. الديوريشن ذي حينتقل فيها الديزيز ويصبح عند الشخص ده عنده هيربنجينا. طيب احنا زي ما اتفقنا انه يحصل كوزس او ألسر في الروف اوف ذا ماوث، في سقف الفم. الامر الاخر انه هي كاركترستيك بالشكل ده، شايفين الروت يا فيزيكال. طيب دي يوجوالي بتصيب تشيلدرن، وبتكون يوجوالي في فصل السمر هي اكثر انتشارا. والامر الاخر انها سيلف ليميتنج، انه بتجلس لها الفتره عدة ايام ويحصل لها سيلف ليميتنج وانتهى الموضوع. لكن مهم جدا احنا نقول دي انها لما نشوفها نقول دي هيربنجينا كوزد باي الكوكزاكي فيروس اي. طيب احنا قلنا كمان بالريسبيراتوري تنتقل، الريسبيراتوري روت تنتقل عبر الريسبيراتوري، وكمان نفس الخبر في على الليمف نود وعلى البلد، ونفس الوضع ده حيحصل ريليزنج او ابييرنس للفيزيكال في الماوث اند الفارينكس. هذا اول ديزيز سميناه هيربنجينا. الديزيز الثاني اللي سميناه الهان الفوت اند ماوث ديزيز، نفس الوضع بس الانكوبيشن بيريد حقه ده من 3 إلى 7 أيام، ينتقل نفسه بالفيكال اورال روت، وبعدها مش حيتأثر بالاستومك خالص لأنه زي ما أنتوا عارفين انتيرو فيروس. حيروح للباير باتشز، ومنها من الباير باتشز إلى الليمف نودز، ومن الليمف نودز حيروح للبلد، ومن البلد حيحصل ما نسميه بالفيسكولار راش في الهان وفي الفوت كمان، وحيحصل كمان أيضا ألسريشن في الماوث في الثري بليسز. وده يختلف عنه من هنا، ما هوش سبيسيفيك فقط للماوث، حيكون موجود الفيزيكال موجودة في الهان، وموجودة كمان في الأقدام، وموجودة كمان في الماوث. ولا تنسوش انه كمان وهو بيحصل له ريبليكيشن بينزل في الستول، وبالتالي بيكمل دورة انه يحصل الروت اوف ترانسميشن. شايفين كيف شايفين كيف الموجودة في الفيزيكال موجودة في الهاند، وموجودة في الفوت، وموجودة كمان في الماوث. ده بنسميه واحد من الكوكساكي فيروس اللي بتعمل الهاند الفوت اند ماوث ديزيز. الكوكساكي فيروس كمان ايه بيحصل حاجة بنسميها ايبيديميك هيموراجيك كونجكتيفايتس. ذي بيحصل كونتامينيشن بالكونتامينيشن، سواء كونتامينيشن جايه من ستول، كونتامينيشن جايه من منشفه، حيحصل توصل للاي الانفكشن. ويوجوالي السيروتايب المسؤول عليها اللي هو الاي 24، فيحصل دي على طول. يحصل انه في بينفول في الاي، تبدا الاي يحصل ريدنس، يحصل على طول في ديسشارج اللي بنسميه على طول اللي هو يسموه كمان هيموراجيك، وكمان في اكسسيف تيرنج في الدموع على طول بشكل مستمر. وعلى فكره كثير من الانفكشن نجي نعزوها نقول دي فايرال انفكشن، اي انفكشن، اور نسميها زي ما قلنا هنا ايبيديميك هيموراجيك كونجكتيفايتس. طيب البي اول واحد تايب 1 دايابيتس ميليتس يوجوالي في الانفنتس.
فيك الأورالروت شايفين حيروح فين؟ ستومك وباير باتشز لينف نود حيروح البلد من البلد حيروح يكسر البيتا سيل وبالتالي يوشولي عند الانفنت ويوشولي مسؤول عليهم البي 3 عند البي 4 وزي ما قلنا ما تنسوش حينزل كمان في الستول يسموها يسموا ذي يسموا الجوفينايل دايابيتس ياس الجوفينايل دايابيتس يسموا يوجوالي تايب 1 دايابيتس مليتس حيكون كوزد باي كوكزاكي فيروس تايب البي 3 والبي 4 المايوكاردايتس نفس الوضع بنفس الطريقة فيك الأورال روت وحيعدي للستومك وباير باتشز وحيروح لللمف نود وحيروح للبلد ومن البلد حيروح للهارت وحيعمل المايكوكاردايتس وزي ما قلنا ما تنسوش انه حينزل كمان في الستول وحيعمل مايوكاردايتس في حاجة مهمة جدا مش عارف انا كتبتها ولا لا في الباراجراف كونجينيتال موجودة يا كونجينيتال انه لو اصيبت مرأة حامل بالكوكزاكي بي بالفيروس كوكزاكي بي دي حيعدي ترانسبلاسنتال ولو ما يعدي حيوصل حيروح للفيتس ولو ما يروح للفيتس اكيد حيوصل للدم وحيروح للهارت وحيعمل حاجة بنسميها كونجينيتال مايوكاردايتس واحدة على فكرة من الكومن كوز بالنسبة للانفانتس لو ما يحصل عندهم مايوكاردايتس اللي هو كوكزاكي فيروس بي طبعا ذا تايب 4 ايوه الوحيد في الديزيز الاخر كتبت عنه انا صح البلورودينيا يسموها بلورودينيا ايش البلورودينيا دي شوفوا اي واحد في البي ممكن يعملها دي يوجوالي بتحصل في الاماكن المزدحمه مثلا في موسم الحج او في اي مكان مزدحم في اسواق تحصل انه يحصل نقل للفيروس ايش اللي يحصل يحصل انه لو ما ينتقل الفيروس يوصل للبلورا فلو ما يحصل انفكشن للبلورا انفلاميشن للبلورا البلورا دي حتتمدد فلو ما تتمدد البلورا دي يحصل الباراتايل بلورا تتمدد فيؤدي الى حاجه بنسميها ستوب في البريثنج ولذلك يسموها الاسم كده يسموها ديفلز جريب ايش يعني الديفلز جريب قبضه الشيطان احنا اليمنيين لو ما يجي له واحد كده يقول اعوذ بالله من الشيطان صحيح يقول واحد على فكره تصوروا بعض الناس لما تجيهم يشك عنده مايوكاردال انفكشن يجي له الم شديد مش قادر يتنفس نتيجه للانفلاميشن اللي حصل في البلورا يوجوالي بتكون بالكوكزاكي فيروس بي اي واحد منهم يعمل اللي هو انفلاميشن في البلورا يسميها الديفلز يسموها الديفلز جريب الاي والبي زي ما اتفقنا انه يعملوا كلهم بنفس الطريقه يعملوا اسيبتيك مننجايتس الاثنين بنفس الطريقة اللي قلناها وكمان ممكن يعملوا دياريا ويعملوا هيباتايتس الاي والبي مجتمعين فكيف نعملهم دياغنوسس طبعا يوشولي هي زي ما قلنا معظمهم بيكونوا سيلف ليميتنج لكن بنعملهم دياغنوسس يا نعمل الثروت سواب الستول ياس سي اس اف لو كان اسيبتيك مننجايتس كونجكتايفال سواب لو كان الابيديميك هيموراجيك كونجكتيفايتس فحنشوف ار تي بي سي ار نعمل بالبي سي ار على طول وحيكون في سبيسيفيك برايمر للفيروس ده ودي حنستطيع نعملها ديتكشن او نعمل تيشو كلتشر ونعمل نيترولايزيشن نعمل تيشو كلتشر ونعمل نيترولايزيشن الامر الاخر ممكن نعمل انتي بوديز بس الانتي بوديز هنا لو عملناها حنعمل رايزنج تتر ليش لانه من كثر السيروتايبز ما بتكونش السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي للانتي بوديز بتكون عاليه لكن لو اخذنا رايزنج تتر يعني اليوم جاء عنده مثلا هربنجينا ولا جاء عنده مثلا اسيبتيك مننجايتس واخذنا منه انتي بوديز اليوم وشفنا التتريشن حقها واخذنا بعد 7 ايام لو شفنا في رايزنج تتر للسبيسيفيك اميونيتي للسبيسيفيك انتي بوديز للكوكزاكي ممكن نقول دي ايضا دلاله على الانفكشن لكن يوجوالي احنا يوجوالي ما بنلجاش لتشخيصهم لكن لو لجأنا بهذه الطرق الثلاث نعمل ار تي بي سي ار ممكن بالتيشو كلتشر ممكن بالرايزنج تتر للاي جي جي اخر حاجه يسموها الايكو فيروس والايكو اختصار للانتريك سايتوباثيك هيومن اورفان ليش سموه اورفان لانه الفيروس ده اول ما اكتشفوش ما وجدولوش اي اسوسيشن مع اني نون ديزيز ما وجدولوش فسموه اورفان سموه انه هذا حاجه بتعمل انتريك سايتوباثو باثولي اسمه سايتوباثيك هيومن اورفان
فلأول ما اكتشفوه ما حصلوش انه له اسوشيتد اور اسوشيشن مع نون ديزيز فسموه يسموه الايكو فيروس. الايكو فيروس دي اكيد بتنتمي لعائله البايكورنا فيروسس، اكيد بتنتمي للانتيرو فيروس، منها زي ما قلنا 33 نوع. اكيد هي بوزيتيف سنجل ستراندد ار ان اي، اكيد ناكد، واكيد ايكوسا هايدرال. طبعا اكيد الايكو فيروس واحد منهم من الانتيرو فيروسس. طيب بتعمل اسيبتك منينجايتس بنفس الطريق في كالورال رود وتروح للاستومك، مش هيحصل تاثر للفيروس خالص، حتروح للباير باتشز، ومن الباير باتشز حتروح للليمف نود، ومن الليمف نود حتروح للبلد، وحتروح حتعبر البلد برين بارير وحتوصل للمنينجيز اللي هي الثري لايرز اللي بتعمل كفرنج للبرين، وحتعمل ما نسميها بالاسيبتك منينجايتس. وما تنسوش انه من الانتستين حيحصل انه يحصل اكسكريتد للفيروس في الستول. اذر ديزيزز بيعملها الايكو فيروسز، ينتقل بالفيكر اور روت، ممكن يعمل اكيوت هيموراجيك كونجكتيفايتس، وكمان يعمل جاسترو انترايتس، وممكن ينتقل بالريسبيراتوري روت ويعمل كومن كولد. لكن الكومن كولد زي ما اتفقنا في الرينو فيروس 80% من الكومن كولد يوجوالي كوزد باي الرينو فيروسز، لكن هذه ممكن تعمل على الماشي الكومن كولد. كيف نشخصهم؟ سهلين جدا، نعمل الثروت سواب، اكيد حنعمل ستول، حنعمل سي اس اف. ولذلك دائما في التشخيص اذا عاوزين تفهموا، لو ما نشوف خط الباثوجينيسيس او الستيب اوف باثوجينيسيس، نستطيع ان احنا نحدد اماكن التشخيص من خلال الستيبس اوف باثوجينيسيس. طيب ار تي بي سي ار، نعمل بي سي ار. وليش قلنا ار تي؟ لانه هو ار ان اي، فنحوله بريفيرس ترانسكريبتيز الى دي ان اي، وبعدين يحصل المالتيبليكيشن. طيب اكيد نعمل ممكن سيل كالتشر للايكو، لكن زي ما قلنا ما هياش الروتين تيست. لكن لو حبينا مثلا نعمل انفستيجيشنز، نعملها بالبي سي ار، ونعملها بالتيشو كالتشر، وممكن نعمل ايضا انتي باديز. لكن الانتي باديز قلنا ما هياش سبيسيفيك، والسنسيتيفيتي حقها والسبيسيفيتي ما هياش عاليه. طيب الان جاهزين للتقييم؟ ابدا هنا، ابدا هنا، ايوه. طيب ركزوا معي لو سمحتوا، حبدأ عندكم لو سمحتوا. جاهزين؟ السؤال الأول، البلورودينيا is عبارة عن inflammation في البلورا، devil's grip caused by Coxsackie virus A، caused by Coxsackie virus B. برافو عليكم ما شاء الله. الجوفنايل ديابيتس is caused by، يا زين، كوكزاكي فيروس B1، أتغش الشمش، كوكزاكي فيروس B2، كوكزاكي فيروس B5 3 و 4. ما شاء الله جميل. الكوكزاكي فيروس is transmitted by respiratory root، جميل، فيكال اورال روت، جميل، بلاد ترانسفيوجن، ميبي ترانسبلاسنتال روت، صحيح لانه بالكونجينيتال، يس. الكوكزاكي فيروس ار بوزيتيف سنجل ستراندد ار ان اي، ما شاء الله، انفلوبد. انتبهوا، أعيد، طالما وقلنا انتيرو فيروس أكيد أكون ناكد، belong to انتيرو فيروس، unstable to pH، أكيد stable بالpH، أكيد. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع الجاي. شكرا لكم.